السلام عليكم. في هذا الفيديو حنصمم هذا التصميم باستخدام برنامج المودو. طبعا هذا ثاني فيديو لسلسلة شروحات برنامج المودو، فخلينا نسكر التصميم هذا ونبدأ الشغل من جديد. لو ضغطت على فايل ثم نيو نبدأ في التصميم من الأول. أول ما يفتح معك البرنامج يفتح معك البرنامج بهذه الكيفية. بإمكاني نحرك العجل للأمام وللخلف، نقدر نبعد ونقرب للشكل اللي بنصممه. في أزرار مساعدة، هو لو ضغطت على الالت كليك الماوس الأيسر نقدر نتحرك يمين ويسار، نقدر نتحرك يمين ويسار بالكيفية هذه. أو تجي من هنا، لاحظ الشريط العلوي هذا نقدر ندور من هنا بالضغط عليها، تقعد ضغط على الماوس وتحرك. نقدر نتحرك يمين ويسار وفوق ولوطة، نفس الشيء بحركة بالأسهم اللي موجودة هنا. بإمكاني ندير اللي هو نقرب ونبعد، تضغط على هذه اللي هي كالعدسة، تضغط على كليك ماوس أيسر وكليك الماوس أيمن تقرب وتبعد. فهذه هي أسهل لكم أنتم بما أنك أنت مبتدئ، بدل ما أنت تضغط Alt وكليك الماوس أيسر، فالأحسن أنك أنت تتبع اللي هم موجود في الشريط الأعلى. أول شيء نبغى نضيفه صندوق، بالضغط على كليك الماوس الأيمن ثم نديره بريمتيف ونضيفه كيوب اللي هو الصندوق بتاعنا. مرات أنت تكون بعيد على الصندوق، بعيد الصندوق وراح منك، فكيف انت تقرب منها؟ تضغط على حرف زر الاي في الكيبورد. كويس. طبعا الصندوق هذا نبي ندير له سكيل. طبعا هنا في التحريك اللي هو بزر الدبليو، يعني الاختصار بتاع التحريك زر الدبليو، التدوير بزر الاي والسكيل بزر الار. فني لو بنحرك نحدد هذه ونقدر نحرك، لو بندور ندور بهذه ونقدر ندور، لو بندير سكيل ندير سكيل بالكيفيه هذه. فالدبليو هي الاختصار للتحريك، والاي هي اختصار للتدوير، والار هي اختصار للسكيل. فنين بندير له سكيل في اتجاه اللي هو الواي، فخلينا نصغره في اتجاه الواي، ونبي ندير له سكيل ايضا في اتجاه الزد، وبنكبره في اتجاه الاكس بالكيفيه هذه. كويس. اذا انا كبرتها ودرت له سكيل بالكيفيه هذه. هذا هو عبارة عن أول قطعة زجاجية من تصميم بتاعي. ثم أضغط Escape باش تطلع منها. نبي ندير أكثر من نسخة من اللي هو الشكل هذا أو الزجاجة هذه. بالضغط على Duplicate ثم الذهاب إلى كلون، ثم تحدد قديش تبي تدير نسخة. نبي ندير 6 ثم Enter. نبي ندير 6 نسخ لأما واحدة فيهم لهذه. تضغط على كليك ماوس أيسر ثم تركب فوق لأعلى. لاحظ أن طلع لي باللون الأسود، فكيف ندير نوضحهم هذا الشكل بتاعهم؟ نجي لهنا لهذه اهي اللي هي ميك ان اكتف سيم از اكتف. شو معناها؟ اجعل مش محددات كالمحدده، يعني هذا مش محددات بينما هذه محدده كيف ترجمتها. فنضغط عليها باش يبان كلهم زي بعض، وخلي نركب شويه فوق لاعلى بالكيفيه هذه. كويس. بالضغط على اللي هو تحريك لأعلى وأسفل بالكيفية هذه، ثم خلينا ندور كي ونشبحها، نقدر نركب شوية ثاني وليكن لعند هنا. كويس. إذا الحاجة الثانية اللي بنديرها وهو نبي ناخذ، تضغط على اسكيب وتحدد الجزء العلوي هذا وتدير له روتيت اللي هو تدوير، بالضغط على زر الإي وتحرك تدير له تدوير. لاحظ لما ندور اللي هو عفوا ايش درت نبي ندور اللي هو هذا، لاحظ ان التدوير في اتجاه الزد يتغير، لاحظ ان التدوير في اتجاه الزد يتغير. فاني لما ندور نعرف اني اما هو المحور اللي ندور فيه. فاني نبي ندور عمودي فندوره بزاويه 90 ثم انتر، ثم بنحطه في مكانه المناسب بالضغط على الدبليو ونحطه في مكانه المناسب وليكن هنا، وليكن هنا. كويس. نبي ندير نسخة ثانية من هذا، بنديرها هنا بالذهاب نفس الشيء على كلون، ونضيف نسخة واحدة، ندير واحد ثم تضغط عليه وتجي تسحب السهم بالكيفية هذه. درت نسخة واحدة لي. كويس. إذا هذا هو أول شيء. تو نبي ندمج عن الأشياء مع بعضها. نبي ناخذ هذا هو اللي درته، نبي ناخذه نحدد الشفت مع هذا، ثم ندير كليك الماوس ايمن وندير ميرج، ندير دمج مع بعض وندير اوكي.
هيك ادمجهم لي في وحده بس اللي هي هذه، نغير اسمها على اساس انها بيس اللي هي القاعده، ثم انتر. نبي ندمج هذو مع بعض كلهم، فكيف ندمج؟ تسحب بكليك الماوس الايسر وتدير تنزل اللوطه. لاحظ ان واحده ما تحددتش، فتعال ادمج بالكيفيه هذه. مرات ما ندمجوش تركب فوق لوطه بالكيفيه هذه. او الطريقه الثانيه تجي تحدد بالوحده شفت مع هذه مع هذه مع هذه مع هذه مع هذه، حدد لي كلهم مع بعض، ثم اختار وحده منهم اضغط على كليك الماوس الايمن، ثم دير لهم اللي هو نفس الشيء ميرج، ادمجهم كلهم مع بعض. الخطوه اللي بعدها نبي شن ندير، نبي نديرهم ماتيريال. فنجي قبل ما ندير ماتيريال خلي بندير حاجه مهمه، وهي نبي نخلي، لاحظوا تو انا لو حركت هذه، لو اخترت هذه بروحها حيتحركوا كله مع بعض. لو ضغطت الدبليو وقدمت لقدام لاحظ ان من الداخل غير مجوف، فكيف احنا ندخله، كيف ندخله احنا هذا او هذا، كيف ندخلوهم ما ندخلهم في هذا، كيف نديره؟ ناخذ هو الرئيسي اللي بنقص منه التجويف، نحدد وحده منهم بما انهم مدموجات في بعض، في حددك الزوز مع بعض باهي. لكن قبل اي شيء خلينا نحدد هذه ونحركها شوي لقدام، مش يكون التصميم بتاعي احلى بشوي يكون لعند هنا. فكيف ما قلت لكم، تاخذ وحده من هذه من الواح البيس، تحددها حيحدد لك ثانيه بروحها، تاكد انك انت دامجهم مع بعض كيف ما درنا بتاع الميرج، تحدد وحده منهم ثم شفت مع هذه، ثم تجي هنا للاديت وتدير بولين اللي هو البولين اللي هو عباره عن مرات يقدر لك قص دمج وكذا، سبستراكت اللي هي قص حددها زي ما هي اللي هي سبستراكت، ثم تدير لاست سيلكتد معناها يدير لك هو يجوف على اخر حاجه اخترتها. انا اخترت اول شيء القاعده اللي هو البيس، واخر حاجه اخترتها اللي هم هادو، فحياخذها هو حيقصها من هذا وليس العكس، ونضغط على اوكي. لو ضغطت اسكيب وحددت هذه ودرت حرف الدبليو وجدت بعدها لاحظ حتلقاها مجوفات الان. بالضغط على كنترول زد للرجوع للخطوه السابقه. تو شنو نبغى نديرو؟ نبغى نديرو اللي هو ماتيريال. تحدد هذه اللي هو البيس، تضغط على حرف الام ونبغى نديرو لها ماتيريال. تاكد انك انت تغير في الاسم، سميها بيس او سميها اي اسم، اهم شيء انت تعرف على شنو مداير. وخلي ندير اللون بتاعها واللي يكون اللون الاسود، وندير اوكي ثم ندير اوكي. اذا ندير هو لي باللون الاسود. نفس الشيء هذا نحدده وندير حرف الام باش ندير له ماتيريال ونسميه اللي هو جلاس. انا ما غيرتهاش اسمه من المفروض نغيره جلاس، ونخليه باللون، خليه زي ما هو باللون الابيض باهي، ثم ندير اوكي. كويس، هنا الكيوب هو خلي غير اسمه، خلي نسميه جلاس باش نعرف علشان نحدد، لان هادو سميتهم لانه هادو هما جلاس باهي. قبل ما ندير الماتيريال بتاع الجلاس اللي مش واضح معانا، خلي نضيف صفيحه من اسفل باهي. كيف نضيف صفيحه من اسفل؟ بالضغط على كليك الماوس الايمن، ثم تختار البارامتر وتختار بلين، ثم تدير حرف الاس، عفوا، ثم تدير اللي هو شن اس، تخبط في برنامج ثاني نضغط في اس بحاجه ثانيه اللي هو اعتقد البلندر. فبالضغط على زر الار نقدر ندير سكيل، اللي هو ندير له سكيل في اتجاه هذا، سكيل في اتجاه هذا، سكيل في اتجاه هذا، ندير له سكيل كبير. لاحظ ان القاعده ما بانتش من فوق، فنضغط على الدبليو ومن بعد الصفيحه ننزلها شويه لاسفل ولتكن لعند هنا. كويس، نقدر نغير في سكيل الصفيحه بالضغط على الار ونكبر في السكيل بتاعها. تمام، اضغط على سكيب، ثم تعال هنا للشيدنج اللي نبغى نديره. اول حاجه اللي هو الرندر، الرندر بالضغط على زر اف 9 حيدير لك الرندر. لكن شوف الرندر كيف مش واضح معانا، الرندر جاني بالكيفيه هذه، انا ما نبيش هيك يا عزيزي، الرندر ما نبيش هيك. شوف مش مدير لي رندر كيف ما انا حاط الكاميرا بتاعي، لان الكاميرا انا مش حاطها اصلا. فبالضغط على اف 8 اللي هي نفس الشيء، اف 8 اف 9 اف 10 يدير لك رندر، وبالضغط على بلاي حيظهر لك بالكيفيه هذه. الافضل ان ندير في 8 باش نقدر نعدل على السريع. من هنا باش تحدد الكاميرا، تعال خذ برسبكتيف فيو وغير الكاميرا ودير اللي هو رندر كاميرا. رندر كاميرا بالكيفيه هذه تجي تبعد وتحطها في المكان المناسب ليك.
جي تحطها في المكان المناسب ليك. وهنا بعدين نقدر يدير ريندر كويس. اذا هنا الريندر اعجبني نقدر نحدد الكاميرا بالكيفيه هذه. فانت لما تحدد الكاميرا اللي هي هذه كاميرا ورندر كاميرا، تقدر بعدين تحرك ويبان لك الرندر بتاعك. فبالضغط على زر F9 بعدين يبان لك. نرجع نضغط على F8 مش يبان الرندر. كيف ما قلت لكم F8 يدير لك رندر سريع كويس. احنا تو نديره اللي هو الجلاس اللي هو الزجاج لهذا. فنمشوا هنا للشيدنج ونختار اللي هو الجلاس، اللي هو الجلاس، ونختار الماتيريال بتاعه. وتعال هنا عدل في الماتيريال ترانس، تعدل فيها اول شيء ترانسبرنت. نعرفوا احنا الزجاج تقريبا ترانسبرنت او الشفافيه بتاعه 98%. تضغط انتر 98. لاحظ تو في الرندر، في الرندر مش 100% موضح لك، لان مش موضح لك ان الزجاج غير حاجه شفافه. فاحنا كيف نديره؟ نجو ننزلوا اللي هو لوطه اللي هو ريفليكشن، اللي هو ريفليكشن، تحدد ان الريفليكشن وتدير الريفليكشن على اساس انه كالسبار 2. هنا حيدير لك اللي هو كانه شكل زجاجي، لكن زجاج لونه ابيض. فنجي اخترت انا ترانسبرنت اللي هو 98 ودرت هذا. تو نجو هنا للترانسبرنت كلر اللي هو ترانسبرنت كلر اللي هو معناها الشفافيه، لون الشفافيه. فنضغط على هذه وتحدد اللون وليكن اللون هذا. تيجي تحدد لون احلى منه انت وراحتك. فانا هذا اللي يناسبني ونشوف فيه تمام. تسكر على F8 هذه ودير F9 وهنا يدير لك رندر سريع مش هيعطل هلبة. على حسب سرعة الكمبيوتر بتاعك ممكن ياخذ من دقيقتين الى 3. فخلي نسرع الفيديو باش تعرف الرندر الاخير اللي داره لي. تمام، قلبي يكتب الرندر وهذا هو الرندر الاخير للشكل بتاعي. باهي نقدر نقرب بالماوس بالعجله امام والخلف باش يبان لك الرندر. هذا هو بالنسبه للفيديو، نتمنى تكونوا قد استفدتم معي. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.